وللأسف ما حققش نجاح وقتها وأصبح من الأفلام المجهولة في السينما المصرية. ما خدش الراجل ده يكون مش هنعرف بيك حبيبتنا. إيه؟ يا نهار أبوه أسود. اعمل معروف، اعمل معروف، طلعني من هنا، أنا ماليش دعوة. أنت ما فاقش المستر شارفين يا رندي؟ بعدين ده أنتوا بقيتوا على سباح 9000 كيلو على الأرض. 9000 كيلو؟ الضغط عندكم إيه قول لي؟ الضغط امسك 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 يلا ضغط ضغط 180 يا هيموت. درجة الحرارة انخفضت ل 26. خلاص الراجل ده يبقى دمه بارد قوي. الفنان رشدي اباظة قدم فيلم تاني خيال علمي، هو فيلم هاء 3 مع الفنانة سعاد حسني. الفيلم مش مشهور ومحققش أي نجاح، وهو بيتكلم عن معلم كبير في السن بيحاول يرجع شباب وبيجرب دواء اسمه هاء 3، والدواء ده بيرجعه شباب عشان يرجع يعيش حياة الشباب تاني. أولاً يا معلم عباس أرجوك تعتبرني زي والدك. ثانياً وما تأخذنيش في الكلام ده، أنا شفت المدام بتاعتك دلوقتي، نعم إنها ست طيبة وكويسة وبتعزك تمام، إنما الحكاية مش حكاية طيبة ومعزة. لا لا لا. أيوة بس يعني ما فيش يعني، هو كده حاجة كده بتاعت 16 17 ترد الروح وتجري الدم، وما كلكش خير في نفسك وفي بدنك الفاني يا شيخ، هيكون خير في مين بس؟ يا سلام يا نبيل افندي، لو كانت الناس كلهم كويسين كده. فيلم ارض النفاق، واللي بيعتبر من اشهر افلام الاستاذ فؤاد المهندس، واللي بيتصنف انه فيلم خيال علمي، وده لانه بيتكلم عن ان ممكن الواحد وعن طريق الدواء انه يزيد جرعه الاخلاق او يقلل الاخلاق عنده، وبطل الفيلم بيجرب اكتر من دواء طول الفيلم وبتعمله مشاكل كتيره. اللي في ايدك دي حبوب الكرم بس. واللي في ايدك ده صدق. صدق؟ ايوه. واللي هناك ده شجاعة. ودي مروءة. وده صبر. شبعان منه. الفنان عبد المنعم ابراهيم مقدم واحد من انجح افلام الخيال العلمي الكوميدي في تاريخ السينما المصرية. اكيد كلنا عرفناه، هو فيلم سر طاقية الاخفة، وهو الفيلم شارك في بطولته زهرة العلا وتوفيق الدقن. الله، هي دي خد البستاني. اقلع اهو اقلع البس انت هو ده برضه ليه؟ بقول لك اقلع الرقص مع الشيطان. هو واحد من الافلام الغير مشهوره للفنان نور الشريف، وده رغم انه فيلم مميز جدا وتجربه مختلفه وممكن تصنيفها ضمن افلام الخيال العلمي المثيره. الفيلم بيتكلم عن دكتور بيكتشف الدواء بيقدر يخليه يرجع بالزمن ويقرر انه يقابل اجداده، لكن بيجيله حاله من الجنون في النهايه. جدي مش ممكن. الفنان محمد صبحي قدم تجربة خيال علمي كوميدية ومشهورة جدا، ولسه بتجذب الجمهور لما بتتعرض على الفضائيات. التجربة دي كانت فيلم الخيال العلمي الكوميدي أونكل زيزو حبيبي، اللي بيتحقن فيها زيزو الضعيف بدنيا بمواد مشعة من الفضاء بتخليه عنده قوة خارقة. زلزال يا عمي، زلزال جامد قوي. هو فين؟ دخل على الباب. ما هو قديم.
ولما انت عارف انه قديم ليه ما بتخليش عندك زمره وجيب نجار يصلحه؟ ها؟ من أحدث أفلام الخيال العلمي المصري فيلم الليمبي 8 جيجا للفنان محمد سعد والفنانة مي عز الدين. الفيلم يمكن محققش نجاح كبير لكنه عادي سينما مصرية الفانتازيا الخيال العلمي. هو بيتكلم عن دكتور بيخترع شريحة إلكترونية ممكن يتم فيها حفظ حاجات كتيرة جدا زي الكمبيوتر. الحمد لله لقيت المخ سليم والجمجمة كمان سليمة، بس في شوية تربانة بسيطة كده ولخبطة في إشارات المخ عندك. حطيت لك شريحة في كتفك تظبط إشارات المخ عن طريق العصب. أنا بقى طورت الشريحة دي، خليتها تاخد من العقل وتديله عن طريق عصب الكتف، تنظم له تفكيره، تظبط له كهربته زي جهاز تنظيم ضربات القلب اللي بيحطوه تحت الجلد. يعني الشريحة اللي معاك دي تنظم لك حياتك. خلصت ولا لسه سكادانس؟ الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي قدموا فيلم خيال علمي كوميدي برضه، هو فيلم سمير وشهير وبهير واللي حقق نجاح كبير وقت عرضه وكان سبب في شهرتهم. الفيلم بيتكلم عن آلة زمن بترجع تلات إخوات لفترة السبعينات، وهي نفس الفترة اللي تعرف فيها أبوهم على أمهاتهم. مشروعي لازم يكمل عملي، وبيسلمولي عليا بقى لما ترجعوا. شهير، سمير، بهير. الحمد لله على السلامة. الحمد لله يسلمك يا ساتر. انتوا مش فاهمين انبسطت ازاي، كانت صايعة هبل. تطلعها تاني في الصيف؟ وش؟ لا وش ايه، انا اوت. الصيف ساحل، تطلع في العيد؟ عيد بيس. قشطة نتكلم. يلا قشطة. يلا سلام. باي. النور قطع في مصر ولا ايه؟ يا رب اللي في دماغي يطلع غلط ونكون نزلنا في القرية الفرعونية مش أكتر. وزي ما قلنا في أول حلقة إن فيلم رحلة إلى القمر كان أول فيلم مصري بتدور أحداثه عن الفضاء، قدم الفنان أحمد مكي فيلم بيتكلم عن الفضاء. الحقيقة هو مش الفيلم كله، هو جزء من فيلم سيما علي بابا، وهو الجزء اللي اسمه حزلقوم في الفضاء. هو بيتكلم عن مغامرة شخصية حزلقوم الشهيرة اللي قدمها مكي في فيلم المهمة المستحيلة القبضة الدامية لكن في الفضاء. أنا القائد أوغمانتين، القائد الأعلى للبلاط. نقاش يعني؟ أنا أهم حاجة عندي إنك تكون واثق في نفسك جداً وإنت بتؤدي المهمة الخطيرة دي. أنا عشان أبقى زيك لازم هاخد وقت عقبال ما تطول لي وداني وتطلع لي البزابيز اللي طالعة في خلقة حضرتك دي، وتوديني الكوافير بتاعك عشان أعمل فرانشة زيك. خلي بالك أنا فتلة شعري خشنة. معكم شيتوكال كورتيزون. كنا حابين نسمع التفاصيل الكاملة لمحاولة الاغتيال. ايه يا عم ده؟ يمطوا يا عم. ادوني صفوريا فضائية اللي معاك. عايزة ان الواد مدرسة قريبة للبيت. هو في الأرمان الفضائية؟ اسمي انتوسيت بتاع الإسهال؟ السلام الوطني لكوكبنا العظيم. يا كوكبنا. يا كوكبنا. إذن حموت في ده الكوكب. آخر كلمة تحب تقولها لشعبك إيه؟ قلت أصحابكم السلامة. جو تو هيل. طبعا كتير بيقولوا دي كلها افلام كوميدي ومحدش فكر انها خيال علمي، لكن حقيقي الافلام دي بتتصنف تحت البندين. ورغم ان امكانيات الخيال العلمي في الافلام ضعيفه جدا مقارنه بالسينما الامريكيه، لكنها بتفضل تجارب تستحق الاحترام.